تعرف بتضرك في ايه؟ طبعا اكيد مفيش حاجه كله ليه اضرار وليه فوائد، يعني مفيش حاجه ملهاش اضرار. يعني مثلا ممكن بتاخد مننا وقت كتير زي النت والفيس وتويتر وانستجرام والكلام ده، ما بيرجعش عليك بتاثير سلبي في صحتك؟ هو بيرجع في صحتي ومثلا في التعليم بتاعي، مراقبه التعليم وحاجات كتير تانية. يعني ما بيرجعش عليك باي نوع من الامراض؟ لا، في امراض طبعا ما مش بتطلع لنا اشعاع فبيضر الجسم وبيضر. بالنسبه للذبذبات المحمول مثلا، دي اكيد لها اضرار. بتحس بدوت ايه؟ بتحس بالاضرار دي؟ ما اكيد انت كمستخدم بتحس بده. هو على المدى البعيد لازم نحس بقى. انت مثلا تقعد قدام التلفزيون كتير، معاك التليفون بتاعك كتير، ده بيأثر على دماغك وبيخليك تحس بالصداع كتير. يعني فكل حاجه لها ضرر برضه. هي كل حاجه زي ما بيقولوا ليها كويس ولها الوحش، فهي فعلا ليها مثلا. والغالب ايه؟ هو الغالب كويس، بس في ناس بتستخدمها غلط. يعني ممكن تعمل للشباب بالذات حاجات زي التوحد، اللي هو قله مثلا الاختلاط بالواقع، فدي بقى المشاكل اللي بتعمل. الامراض الثانيه اللي هي بتصيبهم. سيبك من الراديشن والشغل ده، عشان ده شغل مصريين. يعني الموبايلات، انت شو رايك ان الموبايلات ووسائل الاجهزه دي كلها الكهربائيه والحاجات دي كلها ما بتعملش امراض؟ هي لو بتعمل كان زماننا ميتين. لان انت مثلا شوف، انت ممكن تقعد مثلا في 100 متر، شوف في ال 100 متر دول كام موبايل. لو هو فعلا الراديشن دي بتاثر كان زماننا ميتين. فهو يعني سيبك من حوار الراديشن والشغل ده، هو كاثر مثلا يعني مش ملموس، مش اللي هو مش شرط يبقى مادي، هو عقلي مثلا اكتر، اللي هو اللي بيعمله مثلا التوحد، قله الناس مثلا تنزل مع بعضها وتتكلم زي زمان. بس نشكرك. تكنولوجيا؟ لا صعب. ليه بقى؟ عشان بحتاجها بشكل كبير في اليوم، في حياتي بتصل بناس، بكلم ناس. طب ما احنا كنا عايشين قبل الكلام ده، وقبل التكنولوجيا ووجودها وكثرتها ديت، كنا عايشين عادي برضو بنتصل بالناس وبنتواصل. دي حاجة سهلت علينا وخلتنا بنتعامل اسهل وبشكل اسرع في حياتنا كل يوم. يعني انت برأيك تفتكر ان محدش يقدر يستغنى عن التكنولوجيا؟ حاليا لا. لا طبعا. ليه؟ عشان شيء مهم في الحياة. انت عندك كم سنة؟ 21. يعني انت اكيد عاصرت قبل التكنولوجيا وكسرتها ديت وانتشارها. كنت بتتعامل ازاي قبلها؟ يعني كنت معايا الحول البيت، بس يعني ما كنا نعرف الاشياء دي لسه. ايوه تمام. استفدنا منها اكثر. شايف ان هي كلها استفادة ولا فيها حاجات سلبية؟ يعني هو حسب الشخص اللي بيستخدمها، ممكن تكون كويسة ممكن تكون ضارة عليه، بس يعني كحالي اكثر نسبة العالم يستخدمها كويس. طيب استفاد منها. تقدر تستغنى عنها؟ لا طبعا خالص نهائيا. التكنولوجيا اهم حاجه في البلد، ومن غيرها ما بنقدرش نوصل امورنا، ما بنقدرش نسيرها. يعني هي اساس كل حاجه. بتفيدك في ايه طيب؟ فاهم. بتفيدني سواء في الانترنت، بتفيدني يعني اعرف اخبار الناس، اعرف اخبار العالم حواليا. في اخبار كتير قوي بتبقى مش صح على الانترنت. يعني بنحاول نوصل للصح من مثلا مصدر موثوق منها.